حضر يعني ما تعرفوا يصير اقبال شويه اول يوم يومين برمضان، يصير اقبال على الالبان، على القشوه، على الجيمر، على لبن الغنم. فنحضر يعني اشقد بينا حين نحضر اكثر شويه، خاطر لا يجي زبون وشو ما قدامه شيء. تمام. نعم. اكو فرق بين الالبان؟ هو اكو لبن بقر، اكو لبن غنم، اكو لبن جمس. يعني احنا هي اكثر شيء ممكن عندنا، يعني مثلا الغنم هو المطلوب، اكثر شيء مطلوب. مطلوب. اي نعم، مطلوب لبن الغنم موسم، لبن الغنم موسم. فاحنا عندنا معاميل يعني مثلا نقول لهم يابا ايش عندكم لبن جيبوه. على رمضان يعني يمشي ينباع. لان اكثر الناس تدور شيء خفيف يعني بالسحور، ما تدور شيء ثقيل. غير الالبان عندكم شنو اللي بعد مثلا اجبان عندكم مثلا؟ اي نعم، عندنا اجبان محليه هم الناس تحبه، يعني ما اسمه جبن العرب، والجبن هذا داخل القوالب مال الجبن اسمه محلي. فهاي شيء مطلوب يعني. العسل الموجود عندك هذا؟ هذا عسل طبيعي درجة أولى. والدهن حر؟ الدهن حر رقم واحد. المواد هي القشوة، جيمر، لبن، أجبان، جبن غنم، قيجي درجة أولى. هاي تحضيراتنا بالنسبة لشهر رمضان. وعندنا أكو ألبان مع الزلابية، يعني لبن كميات كبيرة جدا يعني نحضر. عندنا معاميل وعندنا التزام معاهم، فنخزن بالثلاجات بالعادي لشهر رمضان. الألبان مال الزلابية هاي ذكرتني بها. هذا لبن هذا لبن جمس رد. لبن جمس رد. إيه خالي من الدسم. خالي من الدسم. فقط هذا اللي يصير للبن للزلابية والداطلي والشغلات هذه. إيش كيلو تبيعه؟ تقريبا 1100 على سعر اليوم يعني. إيه. الطلب يكون على إيش وقت؟ بداية رمضان لحد نص رمضان. بالنسبة للبقية الموجودة عندك مثلا القشوة، الجيمر، عندك نعم. الألبان بأنواعها. موجود القشوة مال الغنم موجودة، الساتاء موجودة يعني كاملة، الجيمر درجة أولى موجود، لبن الغنم موجود، دهن الغنم موجود درجة أولى. الطلب بالنسبة للمواطن بشهر رمضان على ايش يكون؟ بالدرجة الأولى القشوة، جيمر، لبن، جبن مال الغنم، وشغلة الألبان بصورة عامة يعني على الكل. احنا نجهز من ساعة 2 يبدأ التجهيز مالنا، ونبيع سفري قبل الفطور بساعة. وجبة الإفطار يطلع يعني ينترسل برا والجوة حتى بالشيخانة، ومستمرين إلى أن يقول الله أكبر الفجر بدون توقف. مستمرين. يبقى عندنا وقت استراحة اللي هو بعد الفطور، يبقى ساعتين 3 ساعات ماكو أحد، ما يبقى أحد. فنقوم نجهز ونحضر على السحور. للسحور تبدأ وجبة السحور عندنا من ساعة 11. شفتين عندك؟ شفت واحد بس، هم العمال يعني يبقون مستمرين العوضهم يعني. ايه زين. بالنسبه للاسعار شلونها؟ الاسعار نفر 8 كل كله على 8. اللحم احنا يعني منطقه كلها تعرف لحمنا كله مال قصاب، اي شيء مستورد ما عندنا.